بكده نقدر نروح للتليفون المهم والتليفون المعتاد لينا عشان نبارك له، وهو فعلا يعني هنقول ان شاء الله باذن الله الانجاز هيكمل، لكن خلينا نبارك له على الوصول الى قمه المجموعه الثانيه في بطوله العالم في اسبانيا. كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر، مساء الخير. كابتن طارق بنبارك لك اكيد ونقول لك الف مليون مبروك في انجاز لاول مره يتحقق 5 مباريات في المجموعه، الحمد لله كلهم مكسب. الحمد لله بفضل ربنا. يعني انا بشكر الاولاد وبشكر الكادم الفن اللي شغال معايا، الناس كلها بتتعب بصراحه وانا اقل واحد فيهم بشتغل، الناس دي كلها تعبانه وبحمد ربنا على الاداء اللي هم بيعملوه. الحمد لله التركيز لغايه دلوقتي عالي، اتمنى ان هو يستمر على كده وربنا يقدرنا ونقدر نوصل لاخر المراحل النهائيه عشان نفرح كل محب كره اليد وكل الشعب المصري. بصراحه كابتن طارق عايز اسالك على حاجه، كان 6 دقائق ناقص وست اهداف لمصر وجبت الفرقه عملت لهم وقت مستقطع وطلبت منهم يعملوا حاجات، لكن منتخب فرنسا بدا يلعب على مصر دفاع مفتوح، الدفاع بتاعنا اللي احنا عارفينه. توقعت ده وقلت لهم واتعاملت مع الموقف ازاي جوه المباراه؟ بص يا كابتن خالد، انا اصلا نازل المباراه دي وبشتغل على شويه اهداف. الهدف الاولاني انا عندي دور ال 16 ودور ال 8 باذن الله ماتشين ورا بعض. كويس. الماتشين هيبقوا تقال. فانا خلاص ضمنت الوصول لدور ال 16. تمام. فكان الهدف الاولاني ان انا اعمل تدوير داخل المباراه بحيث ان انا اريح الناس وما اطلعش كل القوه البدنيه اللي عندي في مباراه النهارده واستفيد من الناس، وخصوصا ان انا بكره عندي راحه اقدر باذن الله بالراحه دي اقدر اخش دور ال 16 وربنا يكرمني فيه باذن الله واخش دور الثمانيه وانا الحاله البدنيه كويسه. ده كان الهدف الاساسي. تمام. الهدف الثاني ان انا اقدم مباراه كويسه وربنا يكللها بالنجاح. الهدف الثالث بقى والاهم ان انا يعني احنا يعني عايزين نبين للناس ان احنا عندنا فرقه محترمه. اكيد. اتحاد بيتصرف عليها كويس. دول امل مصر في 2021. عايزين من الهدف ده اللي هو الثالث ان الاولاد تبقى تحس بالثقه بالنفس وعارفه ان هي بتلعب فرنسا بتلعب السويد بتلعب اي فرقه انا لازم اكسب، لان انا في الاول وفي الاخر انا مصري وفي نفس الوقت انا راجل اقدر اكسب كل حد طالما انا حالتي البدنيه والصحيه والفنيه عاليه فانا اقدر اكسب اي حد. كابتن طارق قبل ما تسافر وكنا بنتكلم دايما على معسكرات الاعداد وقلت لي انا طلع بالحمل جامد جدا علشان المباريات جايه ورا بعضيها، اكيد عامل حسابك على مباراه دور ال 16 ودور ال 8 ورا بعض في الاحمال بتاعتك. والله احنا عاملين شغل الاحمال على الكلام ده، بس هو انت عارف بقى ساعات بتيجي حاجات معاكسه، يعني انا عندي النهارده اصابتين منهم واحده يعني بنحاول نلحقه في ماتش دور 16. مين يا كابتن طارق؟ 8 عمر سامي الجناح وده من العناصر المهمه، وزي ما قلت لك قبل كده يا خالد انا الحمد لله بفضل ربنا انا ما عنديش لعيب واحد دي حقيقه، بدليل ان انا كل مباراه بغض النظر عن طه خدهم مرتين ورا بعض كل مباراه دي حقيقه يطلع واحد في مباراة كل يعني محسن خدها حسن خدها حسن خد التيشيرت بتاع احسن لاعب وطاهر خدها مرتين، ده دليل ان احنا الحمد لله فرقه جماعيه افراد كلها ملتزمه وبيلعبوا بجماعيه وباذن الله ربنا يكرمنا ونوصل لاعلى مدى. النهارده دخلت عبد الرحمن حميد في المباراه باسلوب فوق الرائع بصراحه وقدر فعلا يعني اهدي عبد الرحمن طه قدامنا في الصوره، لكن عبد الرحمن حميد النهارده عمل مباراه كويسه قوي. يا كابتن طارق تغيير حراسه المرمى حاجه مهمه جدا بالنسبه لك في المرحله اللي جايه. والله زي ما قلت لحضرتك انا كان يهمني ان الناس كلها واقفه بدنيا عشان دور 16 ودور 8، وانا انا الحمد لله ال 16 اللي قاعدين على البنش كلهم تقريبا لعبوا المباراه كل واحد خد 30 دقيقة وده معدل كويس للاعب كرة اليد يحافظه على المخزون البدني في نفس الوقت يبقى العامل الذهني متواجد. خليني اسالك السؤال الاخير والمهم، شايف مواجهة صربيا ازاي في دور ال 16؟ صربيا طالعة الرابع كسبانة ماتشين اليابان وامريكا لكن خسرت من اسبانيا وسلوفينيا وتونس، شايف المواجهة ازاي خروج المغلوب لبره الملعب؟ والله انا رحت اتفرجت النهارده على فرقة صربيا مع تونس وانت بتكلمني دلوقتي احنا انا رديت عليك عشان انت بس حبيبي يعني طبعا انا عارف احنا في محاضره بنتفرج على صربيا وسلوفينيا تمام ف لا هي فرقه صربيا فرقه قويه اجسام عاليه جدا بتتكلم في 2 متر واطوال عاليه وحراسه مرمى على مستوى عالي هم بيعتمدوا على المدرسه
اليوغوسلافيه اللي هي القوه البنيه القويه والدفاع القوي اجسام قويه جدا والهجوم الخاطف والثلاثة اثناء الكوره بس انا هي فرقه كويسه النهارده خسرتها من تونس من وجهه نظري طبعا ببارك لفريق تونس اكيد وببارك للشعب التونسي لكن انا شايف ان هم النهارده مراهقين زياده عن اللزوم مباراه امبارح مع سلوفينيا فاعتقد ان مباراتنا مش هتبقى بالسهل زي ما الناس متوقعه لا دي هتبقى مباراه قويه وبعدين المباراه زي ما حضرتك قلت خروج المغلوب فكله مركز وكله عايز يلعب لان كله عايز يستمر عشان ايه يأدي يوصل للنهايه. كابتن طارق انا اكيد ببارك لك وانا عارف ان انت مخبي حاجات في مباراه صربيا مش عايز تحكيها لنا اكيد واكيد هنتكلم تاني مع مباراه صربيا ونتكلم ان شاء الله معاك لغايه ما نوصل لمرحله التتويج كل امنياتنا طيبه ليك ويعني لفرقتك والرجاله اللي معاك باذن الله باذن الله بالوصول الى اعلى حاجه وان شاء الله ترجع بكاس البطوله يا كابتن طارق. احنا بس مستنيين دعوات المصريين دي ده بجد يعني الناس تدعي لنا لان احنا فعلا الحمد لله تعبنا والناس الاولاد كلها تعبت والجهاز اكيد اللي معايا كله تعب فالدعوات برضك بتبقى خالص في الحاجات دي ربنا بيكرمنا بيها. كابتن طارق اكيد كل الناس هدفها ان انت تسعده خلاص منتخب الكوره خلص بطوله افريقيا وكل الناس بقت مركزه معاكم يلا بينا ان شاء الله باذن الله كل مصر بتدعي لكم وكل امنياتنا طيبه يا كابتن طارق ليكم بالتوفيق في المرحله اللي جايه باذن الله. شكرا يا كابتن طارق.